بعمل الجرق بالطريقة الحجازية، بحمر بصلة مع اللحمة، اللحمة مقطعة صغير وممكن بدون لحمة. هسلق اللحمة الأول، أنا حطيت عليها ورقة غار ومية مغلية. هسيب اللحمة تتسلق. عندي هنا الحمص اللي هضيفه على القرع، بسلقه الأول. أنا سلقت اللحمة نص سلقة، دلوقتي هشوح القرع. ده القرع الأبيض هنقشره بالطريقة دي، ولو في بذر كبير بنشيله. هتقطعوها بالطريقة اللي تحبوها. قبل ما تقطعوها بتاخدوا قطعة منها وبتدقوها، بعض الأحيان بتطلع مرة بس دي حلوة. في نفس الحلة اللي سلقت فيها اللحمة هضيف بصل شرايح واشوحه. مهم جدا نسيب القرع يتشوح مع البصل، يتدبل على نار هادية. انا هغطي عليه وكل شوية نقلبه. لازم جدا ويبقى شفاف كده. بعد ما دبل الجرع هضيف شوية ثوم، تحبوا تضيفوا فلفل حار مفيش مشكلة. انا ضفت هنا معلقة صلصة، هتقلبها. هضيف التوابل، كزبرة وفلفل اسود وبابريكا، لحد ما تطلع الريحة بتاعتها. هضيف عصير طماطم طازة، هضيف شوربة اللحمة باللحمة عشان هي مش مستوية، او لو مستوية تضيفوها اخر حاجة بعد ما يستوي القرع. والحمص عندي مستوي هضيفه اخر حاجة، هو والشبت. هضيف الملح واظبطه. بعد نص ساعة هضيف الحمص لانه مستوي. اخر حاجة بضيف الشبت. وكده طريقة القرع الحجازي بتاع أهل المدينة ومكة. كده القرع الحجازي جاهز باللحمة.